يشدنا أنه السيد حسن نصر الله كان عنده خطاب اليوم وتناول فيه موضوع المطامع الإسرائيلية بنفط لبنان. إذا كنا موحدين وبما نملك من مقدرات وطاقات نحن أقوياء، ويجب أن نفاوض كأقوياء. يجب على المسؤولين اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية ألا تسمح للشياطين أن تلعب بين اللبنانيين، وأقصد بالشياطين الأمريكان. والأمريكاني إذا إجا قالكم بدكم تتجاوبوا معي حتى رد إسرائيل عنكم، قولوا له للأمريكاني لازم تأمل بمطالبنا حتى نرد حزب الله عن إسرائيل. زميل مارسيل غانم وزميل جان فغالي حضروا لجلسة الاستجواب اليوم بقصر العدل بعبدا، وقرر القاضي انه يتركهم بسند كفالة.